بسم الله وكفى وسلام على عبادي الذين اصطفى. السلام عليكم ورحمة منه وبركاته. أما بعد، بعجالة وبتوفيق من الرحمن عبد جل جلاله عما نواله، نتعرض إلى موضوع مستقبل المنحرفين. أمة الإسلام عانت كثيرا من عصور الانحطاط وكثرة الجرائم والانحراف، هو بعض ظلال المرة البغيضة لتلك العصور. ومع مجيء الاستغراب ورياح السموم الآتية من كل حلب وصوب، من شرق وغرب، من شرق شيوعي ورينا كيفاش انهارت البنية ذيك اللي هي متعملقة ومتعجرفة ومجرمة بكل الوجوه، ومن الغرب حتى الآن ما زالت الرياح العاصفة تعبث برعاف العقول والهمم. شيء هذايا هو زاد التنبل بعيض الانحراف، زاد ما وقع على الأمة وكثر تنوع الانحرافات، ونعرفوا من المنشأ متاعها يجب يكون وراثي من عن طريق الجينات، كما نقولوا احنا الاكس. لا يجب يعرض الذكر الى حمل بعض انتحاءات نحو الانحراف. ممكن انا مش مستبعد، انا لا استبعده، لانه موجود في عدة تشوهات خلقية. العملية للاكس هذا حين الاكس المريض حين تريده الانثى تكون حاملة لاستعداد نقل الأفة ذيك لذريتها. أما إذا كان من نصيب الذكر، فالذكر يظهر عليه الانحراف الخلقي، قلنا وليس مستبعد باش يكون مصعوب بانحراف خلقي. هذا بالنسبة ناحية. ثم الحمل في أوضاع متردية في العالم الإسلامي من جميع ما صحية، صحة نفسية، صحة بدنية، صحة اجتماعية. ثم الميلاد وعسره ومشاكله، ثم التنشئة الاجتماعية المتطربة، إما تسيب وإلا تسلط من متعجرف والعياذ بالله، ولا تلال اللي ورث الهبال، بحيث التنشئة الاجتماعية كما تقول أنت تعاني. بطبيعة الأمر الصغير ما يلقاش هنا في البيت ولا يتشرد ويهرب من البيت، والمدرسة بذاتها فيها عيوبها، لأن ما زلت فترة النقاء ما زلت ما تكملتش، حيث المدرسة هي بذاتها تجب تكون سبب التشرد والهروب من المدرسة لكولبيشنير دي. وبعد ما فيها باس بس تحدوا ليكونوا ضعف التحصيل الدراسي وما يتبعه من قلة الذكاء وما يتبعه من عدم فهم الواقع، حتى الإنسان يتوافق مع الواقع ومتطلبات الحياة الاجتماعية، بحيث وكل النشأة ذكاء يوصل خاصة في سن المراهقة يزيد وباله على المجتمع وعلى نفسه، فيكون سريع الانفعال ويتقلب في سلوكاته وأقواله وأفعاله، ويعتبر للمجتمع مش فاهمه، ولهذا إذا كان ما فهموش أنه تحلم القدره، ولهذا الإنسان حين يجرح بالطريقة دي في رأيه هكذا المتخيل هو الشيء ذا يتخيله. وقلنا كرس المرة علاش يتخيله، المفيد يتخيل المجتمع أراد به سوءا فهو يحرص على إيذاء المجتمع، ولي الإنسان معنى جرثومة تعطل نمو المجتمع نحو السلامة ونحو الهناء ونحو الأمن وهالمشاعر. والناس هذوما عادة ما ينظروش البعيد، عنده برنامجه تو الآن، يسير من الآن وهنا لغته كيفاش يتحصل عليها ويشبع غرائزه الدنيئة، وعلى حساب الناس كل يعتدي بالكلام، يعتدي بالجنس، ويعتدي بالضرب، ويعتدي بالتقريب،
وبالنار وحتى إهدار حتى يقدر يسمح نفسه باش يهدر دماء الناس الأبرياء. أنا عايز الأمة إذا كان ما تصلحش باضطهاد كل ما يلزم لتنقية الأفكار وتحديد الأدوار، وتعرف يا ربي ما يحب كان الخير ما يحبش الشر، وإن خلق الشر لكن حرمه، يعني لابد للأمة خاصة العلماء الأتقياء يحرصوا كل الحرص باش يكونوا مقبولين عند الله، فيطلب من الله أن يجري عليهم الخير الإصلاحي، وإلا إذا كان ما نجحوش من كانوا غير مقبولين عند الله، والله أعلم شو الأسباب، أرى الأمور بتاع الانحراف ستزيد وتصبح الحياة أكثر من مرارة وأكثر مقامرة وأكثر عناء. وهنا ربي دائما لا يظلم أحدا، ولهذا لا مبالاة فيما يخص الانحرافات، أرى مسؤولية جماعية أن نبقى على حال المبالاة، لأنه ليصبح ولا يهم أمر المسلمين فليس منه. إذا كان هذا ليس منه وهذا ليس منه، ماذا بقي للأمة؟ حيث أرجو بل ما يتهد البناء ويأتي غضب الله من القواعد ويجعل العالي سافل، والعياذ بالله. احنا لا نريد الا الخير، ولا نقتدي الا برسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا نريد الا افاقا شاسعة ومن امل كبير في الله ويقين الله سبحانه وتعالى من يأخذ بيد الامة متى صدقت في نيتها وتأدبت مع ربها وقدرت حق قدره وأصبحت في رضاه وأمست في قبوله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته منه.